اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في خبر اليوم، نقدمه لكم من قناتكم شوف تيفي. من قلب مدينة مراكش زارت الأسود وأطاحت بالقروش الزرقاء منتخب الرأس الأخضر بعد الفوز عليه للمرة الثانية في ظرف 3 أيام، لترتفع الأصوات داخل مركب مراكش الكبير فرحا بالتأهل إلى كأس أمم إفريقية 2017 بالغابون. لاعب المنتخب المغربي كانوا في الموعد وأكدوا حضورهم وسيطرتهم الكبيرة على المباراة. هذه السيطرة توجت بتسجيل القناص يوسف العربي لضربة جزاء تحصل عليها نيمار الكرة المغربية سوفيان بوفال دقائق معدودة، وعاد العربي ليهز شباك الخصم لترفع الجماهير المغربية 40,000 علم فرحا بالتأهل وبحسم المباراة. لنتابع تصريحات لاعب المنتخب المغربي. Deux matchs de victoire, on s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique, c'est parfait devant un public qui est venu en nombre et qui nous a beaucoup aidé. Aujourd'hui, alhamdoulilah, le plus important c'est qu'on s'est qualifié, qu'on a rendu le public marocain enflammé, il faut continuer à travailler. Certes, on s'est qualifié, on a fait un parcours sans faute de qualification de la Coupe d'Afrique, mais il ne faut pas s'enflammer, il faut continuer à travailler, inchallah, l'avenir sera beau avec le Maroc. It was a good match, two good goals. Yeah, we make them difficult the whole game, and I think we attack on the right moment. So now everybody is happy, and we go to the cup now. هيرفي رونار أدخل البهجة والفرحة لقلوب المغاربة من طنجة إلى القويرة، فبعد أقل من الشهر من توليه مهمة تدريب الأسود تمكن من قيادتهم إلى الكأس الإفريقية. جماهير المنتخب المغربي تنفست السعداء وعادت الفرحة لتبهج قلوبها عقب التأهل إلى النهائيات الإفريقية التي غاب عنها المنتخب المغربي في دورتها الأخيرة. لنتابع كيف تفاعل المغاربة مع هذا التأهل. صراحة ماتش داز زوين، منتخب لعب مزيان، بروميير ميطون الرأس الأخضر رجعوا للور يعني سدوا علينا، ما اون بليس انه ما كناش لاعبين كرة، ما كناش كندورو كرة مزيان، كنا لاعبين على سوفيان بوفال وطنان، مي في دوزيام ميطون بتعليمات إيرفي رونار صراحة راه بانت اللمسة ديالو في المنتخب، يعني شفنا العربي يعني ولينا كندخلوا من العمق، ما بقيناش لاعبين على الأطراف. وتحية كبيرة لبوفال وطنان، حيت صراحة وعبد الحميد الكوثري حتى واحد تلعب واحد العاف بوس ماشي ديالو ما موالفهاش، وتنابيل ضرار يعني اللعابه ديال المنتخب كلهم صراحه لعبوا بون ماتش. النتيجه ديال المنتخب بون ايكيب واللعابه داك الشيء مزيان، النتيجه مزيانه مؤهله النهائيات كاس الامم الافريقيه. هادو فيهم الامل شويه، حيت لاعبين على التوني شويه ما خايفينش على رجليهم. النتيجه كما كان الحال يربح، المهم 1-0 جوج ربعه كما كان تيزقلوا بزاف، حيت باقي ما يمكن ثاني مباراه يلعبوا بيناتهم، باقي ما اول ما زعما ما عمر ما تلاقوا بعضياتهم، هذا ابخي بداو يلعبوا لي ماتش بريباراسيون بيناتهم، هذا يكون خير ان شاء الله. والنتيجه كانت مزيانه، ولكن المقابله مازال خاص الخدمه، مازال بالنسبه للمنتخب مازال خاصو الخدمه، كاين شي حوايج ناقصين من ناحيه الهجوم، باقي شي شويه ضعيف، كي اهداف كيضيعوا هكاك، كيبان لي انا هكاك كيضيعوا. حاسس بواحد افتخار، واحد افتخار زعما كاين وكلشي ديك الساعه كلشي كيشطح، الدار عندي كاين ودي يشطحوا كلشي في الدار. المهم دابا راه لحد الان ان شاء الله غادي يكون على خير ان شاء الله، ان شاء الله اللهم الله يوفقهم. تحسنوا شويه، هذا المدرب جديد شويه عطاهم واحد الحافز، الناس البارح كانوا منسجمين، والنتيجه ديال البارح راه مزيانه. المقابله كانت مزيانه، ولكن باقي خصهم شويه الخدمه، باقي خصهم المدرب على الاقل يعطيوها شويه الوقت وداك الشيء ويخليوه يخدم بخاطره وصافي. هي نتيجه مقنعه، ولكن مازال خص شويه الخدمه مازال. تعاون زوين، المعز زوين، عجبني بوصوفه احمالي، هادو هما اللي كاينين في الماتش. المنتخب المغربي كان أول منتخب في القارة السمراء يضمن التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقية قبل مبارتين من نهاية التصفيات، ولأول مرة تجنب المغاربة لغة الحسابات واطمأنت قلوبهم على مستقبل المنتخب المغربي بعد الإطاحة بأفضل منتخب بإفريقيا حسب تصنيف الفيفا الأخير. الأسود ضمن التأهل، لكن الحلم يبقى الفوز بالكأس الإفريقية والتأهل إلى نهائيات كأس العالم بروسيا 2018.
إلى هنا نأتي مشاهدينا لنهاية خبر اليوم، إلى اللقاء.